أريد الحكومة المستقبلية تكون مرحاب مثل الفنادق وتكون تشتغل 24 ساعة مثل الخطوط الجوية، يعني نقل الخدمات كلها إلى مركز واحد. أريد أن الحكومة الجديدة إن شاء الله أن تكون قريبة من الناس، تكون قريبة من الناس وتكون أن تسهيل الأمور على الناس الآن، وربما لا وأكيد ما بربما أن تكون الإنسان يخلص كل معاملاته الحكومية في مكان واحد. بس أنا وحكومتي نطلب شيء أكثر، أنا أريد الإنسان والمواطن أن يخلص كل معاملاته الحكومية على جهاز المحمول. هذه في خدمة الشعب والوطن، وإن شاء الله أن تكون الحكومة المستقبلية قديرة بهذا.